السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب. كالمعتاد البداية بالعناوين، وفي هذا المساء سنتابع: بعد الفوز على الصين ابتهاج كبير وردود فعل واسعة بين الجماهير. فجأة عبد اللطيف الحسيني يترك المنتخب ويبدأ مهمته في الزعيم. علي بادغيش: وضعنا لا نحسد عليه، هو الفيفا لن يفيد هؤلاء. فهد الهريفي: أنا مؤيد لإجراءات رئيس الهلال. آلية جديدة لتذاكر نصف النهائي. الاتحاد يتغلب على نجران وديا. كارين النصر: سعيت لضم الراهب منذ أشهر. أهلا بكم. كانت هذه العناوين بالتفاصيل، سنتابع الكثير من الأحداث الرياضية التي جرت في الساعات الماضية والتي أيضا ننتظرها في الساعات القليلة القادمة. في المستهل أرحب بضيفي الكريمين حسن القرني وهو الإعلامي والكاتب الرياضي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير لك أبو خالد، مساء الخير لأبو وصيل، مساء الخير للأخوة المتابعين خلف الشاشة. في البداية أنا أحب حقيقة أن أقدم التهنئة للقناة على هذا الحراك الرياضي في ظل حضور الأستاذ محمد، وأتمنى حقيقة أن يكون الجهد أكبر وأكثر في قادم الأيام. نحن ننتظر من القناة والإخوان جميعا حقيقة نعمل هذا عملا مضاعفا إن شاء الله. نعمل هذا. سيلتحق أو ينضم لنا لاحقا الأستاذ أحمد صادق دياب وهو الإعلامي والكاتب الرياضي الكبير، سنسعد به أن يكون معنا في اللحظات القادمة فقط إذا تم الربط بصورته النهائية.